هاي، سألتكو في الستوري على الابليكيشن التاني اللي لونه بيربل على كام لوك كده، وقلتكو اختاروا منه، وانتوا اخترتوا اللوك اللي هسيب لكم الصورة بتاعته هنا وهنعمله النهاردة مع بعض. اول حاجة هبدأ بيها الكنسيلر بتاع فيتمي على العين كبيز للاي شادو. دمجت الكنسيلر وثبته بباودر، ودلوقتي هنيجي لاول لون خالص هنستخدمه، هناخده من الباليت بتاعه تارت. هناخد اللون اللي اسمه ريبل كترانزيشن كولر، هنحطه على الجفن كله. اوكي، وزعت اللون على العين كلها، ودلوقتي هناخد فلات براش وجيل ايلاينر، هستخدم ده من الف، وهحطه كبيز للاي شادو البني اللي هيعمل لنا الشكل السموكي. اوكي، اندمجت في التصوير شويه. نسيت اقول لكم ان انا خدت بنسل براش صغيره، وخدت من نفس الباليت بتاع التارت اللون اللي اسمه ليدر ده اللي هو البني الغامق، وابتديت اموه بيه اطراف الجيل لاينر. اوكي، هناخد فلات براش نظيفه، وهناخد برضو لون من نفس الباليت دي اسمه اكتيفيزيت، هو بني محروق، هنحطه بقى على الايلاينر اللي حطيناه كبيز. طبعا السموكي بيعتمد على الدمج الكتير، فانا فضلت ادمج وازود اللون كل ما احتاج لحد ما اوصل للشكل ده. طبعا هعمل العين التانية وبعدين نرجع نكمل الفيس مع بعض. اوكي، خلصت العين التانية اوت اوف كاميرا، وطلع عيني في الدمج السموكي. اصعب حاجة فيه ان احنا بنفضل ندمج 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 لحد ما نوصل للشكل ده. وهاخد فلات براش دلوقتي عليها لون بيج، انضف بس تحت الحاجب. هنسيب العيون وهنروح للوش. هستخدم البرايت اند لايت من ريفوليوشن، ضربته ميديوم لايت. هاخد فلات براش وادمجه على وشي كله. هستخدم الكنسيلر ده من LA Girl، درجته بيور بيج، اكنسل بيه الهالات والحبوب واي تصبغات عندي في البشرة. هاخد كنسيلر براش وهدمج بيها الكنسيلر ده اللي هو كان مصحح، وبعدين همشي عليه بالبيوتي بلندر. الكنسيلر هستخدم ده من الف، ودرجته لايت بيج، هحطه في الاماكن اللي عايزه انورها. اوكي، وانا مستنيه الكنسيلر ينشف شويه هستخدم الكونتور بتاعي من الف، وده درجته لايت ميديوم. اوكي، هاخد فلات براش زي كده وهدمج بيها الكونتور. اوكي، دمجت الكونتور، دلوقتي هنيجي للكنسيلر. خلصت بنا ينشف هستخدم براش، وبعدين برضو امشي عليه بالبيوتي بلندر. دمجته بالبراش، ودلوقتي هنيجي ناخد البيوتي بلندر عشان نشيل اي كريسز وبعدين نثبته بالباودر. اوكي، خلصت الحاجات الباودر بصراحه اوت اوف كاميرا، لان حسيت ان الفيديو هيبقى طويل قوي، اللي هو البلاش والكونتور الباودر والتثبيت بتاع الوش. دلوقتي بقى هنيجي لتحت العين، هستخدم برضو الجل ايلاينر ده من الف، هحطه ككحل وهنزله تحت شويه علشان اموهه مع اللون البني ويديني شكل السموكي كده تحت العين. اوكي، حطيت الكحل جوه عيني، دلوقتي هاخد فلات براش زي دي وهاخد اللون الغامق اللي حطيته فوق عيني من باليت تارت اسمه اكتيفيزيت، وهبدا اموه بيه الكحل اللي حطيته جوه عينيا. اوكي، موهت اللون تحت عيني، دلوقتي هاخد فلات براش صغيره وهاخد برده من نفس الباليت لون اسمه ليدر، هحطه كتاني لون، وبعدين هناخد لون اسمه ريبل هيكون اخر لون خالص. اوكي، وللماسكارا هستخدم دي من بيبيلين، هحطها في الرموشي اللي فوق واللي تحت وهركب رموش. الشفايف هستخدم الليب لاينر ده من فلورمار، درجته 244، هحدد فيه الشفايف كلها. لبستك من ميبلين درجته 65. اوكي،
اوكي وده الفاينل لوك بتاع الميك اب النهارده. اكتبوا لي تحت في الكومنتس قربت قد ايه من الصوره وعجبكم ولا لا، ومتنسوش تعملوا لي فولو وشير للفيديو. باي.